كثير من الناس يشتكي قلة الرزق ويلاحظ غيره ويطالع غيره، ليش فلان أفضل مني في المال، وليش فلان أفضل مني في المنصب، وليش فلان أفضل مني في الرزق. والله سبحانه وتعالى قسم هذه الأرزاق بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.